ايوه يا ابني، وصلت عند فيلا استاذ محمد هنيدي. طيب ماشي، خد بالك وانت بتنزل النكت من على العربيه لحسن حاجه تتكسر، بعدين ترجع الزباين تشتكي وتقول لي الحاجه بتوصل وحشه، دي سمعه مكان. ها، مين اللي عايز شغل؟ استاذ بيومي؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، لا ابعدني عنه. استاذ بيومي ده انا ما اقدرش الحق عليه، ده شغله كتير وبيعوز مساحتنا. انت عايزنا كروت يا ابني؟ بقول لك سمعه مكان، مفيش نكته في مصر اخر 5 سنين الا لما خرجت من هذا المكتب الطاهر. اتكل على الله، اتكل على الله عشان جاي لي زبون. يلا يلا استاذ هنيدي يدوق الحاجه ويتاكد ويضحك بعدين تجي لي. جرايب اهبط، جرايب اهبط، انت بتليفني؟ تديني بضاعه طفش وبتليفني؟ ايه يا هيما مالك؟ ايه الف سلام عليك، ايه يا صاروخ الكوميديا؟ ايه انت خليت فيها صاروخ النكته؟ بتديني بضاعه مضروبه؟ مضروبه؟ لا ده مش البضاعه هي اللي مضروبه يا عيني. روق روق كده واحكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا ال 28 نكته اللي خدتهم منك ولا نكته منهم جابت ضحك، دول جابوا دم في وشي. الوحيده يا عيني الست اللي لقيتها بتضحك اكتشفت انها بتضحك عشان واحد بيعاكسها. يا ساتر، الناس جرالها ايه بس؟ بقول لك ايه، من الاخر كده انت شكلك عايز تضحك عليا. اضحك عليك؟ طب يا ريت، وهيبقى حد ضحك بسببك وتبقى فتحه خير. الف مرحب. الف مرحب ايه؟ انت فاكر نفسك مونولوجيست بصحيح؟ يا ابو سعود اديني بقى صبا زمزمه تحتاني كده. من الغامق والنبي، عشان الجمله اللي جايه دي مهمه. فاكر نفسك مونولوجيست بصحيح؟ فوق ياض سقيل زيك كان مات من زمان، من ايام ما كنت تلبس الباروكه الكنيش وتطلع تتنطط على مسارح الموالد وتقول نكت من بتاعت مره واحده. احول دخل مطعم اكل اكل اللي جنبه. يا الف مرحب. لا ما نسيتش ابو سعود، ما نسيتش اخر نكته قلتها بسببك. ايه يا ابو سعود؟ الراجل ضيفنا اصلا، انت خليك معايا، مركز معايا انا حبيبي. ايه هاخد فرصتي؟ لا انت تقول على الناشف. اتفضل. على الناشف؟ اتفضل. النكت اللي اخدتها منك المره اللي فاتت خليتني اخد علقه موت. عشان غشيم، حد يروح فرح في الصعيد معاه 48 نكته سريعه اولهم كلهم مره واحد صعيدي؟ غبي. من الاخر كده بهجت، انا حاسس انك بتليفني ومش همشي من هنا الا لما تعوضني. يا ابني عوضك تاني؟ انا شايف مفيش حته في وشك مش متعوض فيها. يا الف مرحب. انا عندي حفله بكره ومش همشي من هنا الا لما تديني نكت بدل المضروبه اياها. تاني مضروبه؟ يا ابني النكت زي الفل، لكن نقول ايه بقى، القبول ده بتاع ربنا. لا لا ده مش افيه، دي جمله عاديه. لا عادي، وريني وريني البضاعه اللي انت خدتها مني، وريني وريني. يا غلب يعني. هي دي انت خدت مرة واحدة بس. لا استنى، بوشك ده بقى، اصبر بشوف حاجتي شغلي. خدت انت برضه مثلا واحدة، طلع عند الصوت. الشغل زي الفل. ايه العيب فيكم يا في مخارجكم، اما الهلس يا روحي عليه. طب انا دلوقتي من الاخر كده عايز نكت بدل دي، ومعايا الريسيت بتاع النكت القديمة اهو. ما عداش عليها ال 14 يوم، يا ريت تغيرها لي. ده بيزنقني. ماشي يا هيما، طلباتك. شوف لي أي مجموعة نكت جديدة مختلفة، ما النكت عندك كتير وخير ربنا كتير أهو. تاخد نكت سياسية ولا تخاف؟ لا خاف. تاخد نكت أبيحة ولا تختشي؟ أختشي. تاخد نكت سريعة ولا تتعب؟ أنهي. تاخد نكت قصيرة ولا تبرد؟ أجري. تاخد نكت غلسة ولا تلزق؟ أنط. تاخد نكت، ما أنا أعمل لك إيه يا ابني؟ خليك بقى في النكت الكلاسيكيه اللي هي مره واحد مش عارف فرنساوي واحد امريكي واحد مصري. على فكره، على فكره ما تستقلش بيها، القديم ده بيعيش وموته ما بتخلصش. ها قلت ايه؟ هتديني نكت ابيض واسود احسن، من الاخر كده عايز كوميديا جديده، كوميديا حديثه. يا ابني اجيب لك الحديثه دي منين؟ اهو خير ربنا كتير اهو. اتعملت شاور على دول يا ابني الايه؟ يا حبيبي انت مش غريب، انت داخل عليا المكان ده مكان شغل يا ابني. دي لسه دي نكت دخلات بس، يعني النكتة من غير قفلة. يعني افهمك ازاي؟ ما ده شغلنا بقى ودخل علينا وش تفهمه ازاي؟ قصدي الصنعة. افهم. استنى استنى يا هيما افهمك حبيبي. بص يا حبيبي، دي دخلات ملهاش قفلة. ها؟ يعني ايه؟ يعني انت ممكن تاخد دي بنص التمن وتطلع بره تقفلها انت براحتك. ازاي؟ يعني اديك مثال، اديك مثال. بص يا سيدي، واحد بخيل قوي مراته جالها الطلق وهتولد. شوف شوف ما قفلتش.
ايه ده؟ اتعلقت كده ادي داخله فاهم؟ مفيش انت بقى بتاخد تقفل. اديك مثال تاني. اه اتنين مساطيل بيتفرجوا على نشرة الاخبار. شوف ايه اللي بيحصل. ما انا ما هي ما بتقفلش بقى معانا. ليه؟ لان احنا فاتحينها بس مرة اخيرة وحافة. طب اسمع اسمع. واحد ياباني رجع من شغله لقى بيته محروق. اهو شفت بقى؟ تحب تاخد من دول تشتغل عليهم انت تقفلهم؟ النقطة اللي تتفتح بقك ما يقفلش تاني مش هي. ما احنا لسه فاتحين. ده انت داخل عليا وانا فاتح. قفلات اهي قفلات. اعمل اللي فيها برم وصنايعي ولا انت فاهم اي يا حبيبي. دي قفلات بس من غير نكت فاهم. دي القفلات لوحدها بتيجي لوحدها واحنا بنجمعها. يا حول الله يا رب فهمك يا سيدي. بص يا سيدي. قال له يا غبي هيدخل ازاي والباب معايا. اهو شوف قفلت. قفلت عشان دي قفلت. لو انها قفلت لا ما قفلتش مع... لكن دي تديها طب مثال تاني. راح منعكش لها شعرها وجاري. اهو شو قفلت ما... فين الدخله بقى؟ هم عارفينها. طيب هم عارفين ان دي قفله لكن الدخله لسه ما جاتش. اسمع مثلا. فرد البغبغان وقال له الله يسامحك. ده فاهمينها وبيضحكوا. حلوه. لا قفلات حلوه. ها الف لك قفلات ولا تاخد بقى ايه دخلات وتقفلها انت؟ لا بص بقى. انت لف لي نص قفلات ايوه ونص دخلات بس كل نص لوحده. ده انت تأمرنا. وحبش لي بقى ايه باروكة محمد منير على بدلة الاستاذ شعبان عبد الرحيم فنان على شعر الاستاذ حجاج عبد العظيم حاجه كده تحفه. عين العقل يا هيما عين العقل. انت هتليفنا بهجت ولا انت بتشتغلني؟ من الاخر كده لو ما غيرتنيش النكت دي هجيب الفرقه كلها ونعملك فضيحه تحت الدندنات اللي هنا تحت. لا 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 بقول لك ايه انا مش همشيك من عندي زعلان. بس انت عارف احنا داخلين على موسم ورمضان وده ضغط. اسمع بس انا مبيت العيال جوه والله بيشتغلوا ورديتين ومطبقين. اسمع بس الناس دي ما اكلتش بقى لاربع ايام. احنا مضغوطين والله العظيم. انا جاي لي كونتينر فيه نكت صيني. صيني جاي من بره بقاله اسبوعين في المينا مش عارف اخرجه. النكت الصيني دي محتاجه ايه؟ شهر ونص ترجمه. انا عندي حق. استنى هعمل لك منهم نمره زي العسل بس لما نترجم. انت عايز تمشي حالك دلوقتي وعندك حفله. صح الكلام. هدي لك حاجه تشتغل بيها بكره. هدي لك سيت كوم. هو ده الجديد. ايه بص انا هدي له قرد ما بيلعبش. انا مش فاهم حاجه. بص حبيبي السيت كوم ده والله شغال دلوقتي اليومين دول زي الفل. بس بقول لك يا هيما هتاخد السيت كوم تشتغل بيها حفلتك وترجعهولي تاني. امانه عليك يا ابني احسن ده بتاع ناس. بس بقول لك ايه السيت كوم يطلع ما بيضحكش في الحفله. القرد يطلع ما بيتنططش. نفس الحال الفرقه. لا لا, لا 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 يا عم عيب عليك. يلا قوم اتكل على الله عشان تلحق تفك السلك بقى. لا 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 على مهلك على مهلك. طب ايه هبعت لك السيت كوم بالعربيه عشان ما يتكسرش منك وانت ماشي. ماشي في امان الله. ايه تسلم ما تنسانيش. لا لا يا حبيبي السيت كوم لغايه البيت حبيبي. ايه على مهلك على مهلك عشان بيت اللوح. على مهلك. اشوف الواد ده. الواد ده ابن حلال وقلبه طيب. ليه بقى؟ كان عمال يقول لي انا خايف تليفني خايف تليفني خايف. ايه اللي حصل بقى؟ ليفته. قال ليفته بالمظبوط. فعشان كده بقول لك هو حاسس يعني ولد حساس. بس احنا ما قفلناش كده يا ريس. ما قفلناش صحيح السكتش كده. ده المفروض سكتش كوميدي يعني يبقى فيه قفل. فيلم بنكته يا ريس. لا فيلم بنكته دي شغلتنا. شو انت عايزني فيلم بنكته؟ طب استنى اقول لك انا اسمع دي. مره واحد جه في السكتش ما عرفش يقفله قام واربه. يا الف مرحبا.